وسلم على أشرف المرسلين سيداتي المجلس الزمني السلام عليكم. حاولنا من فضل الإخوان بالأوتاد الكريم في أفضل كل العالم الكريم بالمرضية العيشة الحرب. اليوم فرحان لأنه الرشاد 43 عام اليوم عندي 30 عام الرشاد اليوم عندي 30 عام في مناسبة يوم العلم وهو 15 أبريل 2015 كي يكون عبد الحميد المدين شعب الجزائر المسلم وللعروبة المسلم في هذه المناسبة أتقدم إليكم بقصيدتين نسيت لي تقدم إلينا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.